بس بصمه لهذا عشان يرمي البلت اللي هنا. شوف انا ضغطت كيو انكسرت البلت. ما يدري هذه بلت مره سيف. حلو فينك يلعب يلعب مره مره يلعب فينك. اسحب كلامي ما يلعب. الو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ ان شاء الله بخير. رجعنا لك مقطع جديد. زي انتم شايفين ليفنت السنه السابعه نزل، هو تقريبا نزل قبل يومين، بس اني قلت لازم انزل لكم مقطع بليفنت، وطبعا بيكون كيلر ما توقعتونه اصلا. اوني بيكون بلدين مره قويه، وطبعا هذا البلد الاول عندنا اول بيرك كوربت. اول ما ترسبن الجيم يكون عندك 3 جينات مقفله مده دقيقتين كامله، لو طيحت سرفايفر في الارض قبل دقيقتين تخلص يطفي البيرك، يعني حنا طيحت سرفايفر قبل دقيقه خلاص البيرك يطفي. عندي البيرك الثاني، هذا البيرك يقول لكم لو طيحت سرفايفر في الارض يتفاعل، اي سرفايفر قريب من السرفايفر طايح في الارض 16 متر يصيرون بطيئين بنسبه 20%، مركزين 20%، يعني هذا شيء مره كبير يعني. وطبعا كول داون البيرك 30 ثانيه ويترست البيرك. طيب عندي البيرك الثالث، هذا البيرك يقول لكم اذا كان سرفايفر طيحته في الارض وقريبين من السرفايفر التانيين نسبة نبضات القلب، يعني مثلا انا نبضات القلب كم؟ حق الاون 32، اي واحد قريب 32 متر طيحته في الارض 6 ثواني اقدر اشوف الاور حقه وطبعا يصارخ في الماب. اخر بيرك عنده جير ستوكر، جير ستوكر ايش يقول لكم؟ لو طيحت سرفايفر في الارض اقدر اشوف الاور حقه 36 متر. وطبعا هذول كومبو مع البيرك هذا الجديد مع انفكشن مع جير ستوكر، يعني هذا كومبو مره جامد. خلصنا البيركات نروح لادونات. عندي اول ادون هذا يقول لكم يطول بنسبه ديمون داش حقي بنسبه 10%، يعني انا قاعد عندي الباور وقاعد امشي في الماب تطول بنسبه 10%. الادون الثاني يقول لكم الديمون داش وانا قاعد امشي في الماب نسبه موفمنت سبيد تزداد 13%. خلصنا البيركات الادونات، وطبعا حنا انا بروح بشرح لكم حق الايفنت، لان المفروض اصلا المقطع ينزل لكم امس ما فضيت. ويلا انا الحين بشرح لكم الايفنت. الايفنت كيف؟ سرفايفر عندهم شيء يقدرون يحطونه في الماب، السرفايفر يقدر يرسبن بلت ويقدر يقفل الويندو. حلو؟ حلو. طبعا اذا رسبن البلت ورمى البلت، طبعا البلت لازم تلقم الكيلر ستان عشان تقدر تاخذ مسافه، اذا ما اعطيته ستان خلاص البلت تختفي. والويندو كيف؟ الويندو تنقز الويندو ولا يمديك تبلك الويندو على طول عادي ما يفرق. تقريبا 5 ثواني بعدين تنفك. هذا ناحيه السرفايفر. نروح ناحيه الكيلر. ناحيه الكيلر، الكيلر يقدر يكسر البلت على طول طبعا، وعنده ميزه اذا السرفايفر اعطاه ستان وضغط الزر حق الايفنت يجي له اندورينج. نفس البيرك حق بيلي اندورينج. وطبعا الميزه الثالثه والاخيره، اذا كان عندي بلود لوست وكنت الحق سرفايفر فول هيل اقدر اعطيه ون شوت السرفايفر للحقه. ان شاء الله كان الشرح واضح مع المقطع، ويلا بنروح للجيم الحين. يلا يا جعوني. والله اللوبي حق اللودينج مره حلو صاير رهيب، يعني حتى الصور اليمين تطلع لك تتغير كل دقيقه، السنه السابعه اليسار مكتوب، القناع اللي وروك اياه صراحه شيء بطل صراحه سواه صراحه اهنيهم. وطبعا السنه السابعه انا اشوف فيها اشياء حلوه سووها وفي اشياء شينه، الحين باذن الله اني بعلمكم اياها في كلها في هذا المقطع، يعني الاشياء الجديده هذه السنه السابعه. طبعا بشكل عام انا ما بتكلم يعني اشياء جديده يعني. هلا والله البلوك. اوكي اخذ التاج، تاخذ التاج وتجي عندي. هذا ملقلق يونجن صح؟ مخاب ظني ملقلق لان لام عند اسمه ما راحت، ومتستر حط عباية بعد الاسمه. تصدق مو بس يونجن، بعد الاثنين اللي معه كيت وزارينا. بلت على طول والله واضحة. ما توصل. يب ما توصل. لو حاط فيك بلت ممكن توصل. طبعا انا عندي البيرك
حق السلق، بس انه ما صار احد ولا احد شفت الاورا ماله، فبعلق يون جين انا اشوف افضل بلعب على هذا كهوكات. اثنين جو عندي مو واحد، انا دار انك جاي. اعطني الباور، هذا متحرش ده اللي ما يستحل وجهه فيك لوك. عشان مرة ثانية لا تسوي فيها فلة عندي، تراك يونجين بطيء عندي البيرك. اوكي ما مشت، ترى بطيء يونجين، شوفوا كيف يمشي. اوكي ما مشت بعد، خلك تقبلت ما بضيع وقت زيادة. هي تنتين عندي اوف ذا ريكورد. يب اوكي، واحد في المين وينجن عندي. خلصت الباور اصلا ما منها فايده، ترك يونجن متعلق، ترى انت مسوي فله عندي. يلا بشوف شو عندك، يعني عنده بيرك السبيد، شوفوه سريع شوي، عنده بيرك السبيد 3% سريع شوي صراحه. طبعا جاء خوينا الراندوم الثاني قوم الاثنين، ترى غلطة عمر، ترى هو مني انا اقول اللي استنلته، هو جاء عندي انا كنت معلقه ومشيت ضربت كيت. هذا ايش فيه لحس الجدار ده؟ طبعا ما صاروا بطيئين لان علي كول داون البيرك، شوفوا مشيتهم عادية يعني كول داون البيرك 30 ثانية. طبعا شوف ماني متنلك، بس لا تيجي عندي. روح هنا، هذا زرينا حلو. اي واحد الحين قريب مني يصير بطيء، نشوف من قريب مني. هذا هنا القريب، شوفوا بطيء بطيء. يا اخي البيرك ذا حلو. اوكي راح من هنا، يا هو بطيء، شوفوا كيف بطيء يمشي. اوكي ما في احد قريب، بشيل بعلق احسن. يونجن هاي لنا الكلب بلشني. حلو حلوه فكره امبريكبل معه، ما توقعت 1% عند امبريكبل. يلا حلو عرفنا ان كيت ستام الامبريكبل. برجع لزرينا، ما يتوقع. يب ما يتوقع زرينا اني راجع له. حلو كلهم هناك، بفعل باور. طبعا انا ما نسل بلدات سلاج، بس اني قلت بجرب بلد السلاج هذا بيضبط معاي. طبعا بلوني اكيد بيضبط لان عندي باور. هنا 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 انا. اوكي هذا هنا الاخير. هنا يونجن صح؟ وصارخ هنا، بس انا ما ادري وين بالضبط. اوكي قوام شله. اوكي خلصت الباور، هذا اللي جيني. شوفوا دم زرينا بيخلص. يا ساتر ده البلد والله قوي مره في السلق. طبعا انا حاط كرب، لسه ليش حاط كرب؟ بدايه الجيم عشان ابي الباور عشان اقدر اخذ هيد، وطبعا يخلصوا البلتات علي شوي. ما عندي مشكله يعطوني راس جيني شوي، بس السلاك ترى يعوض لي يعني المعلوميه. يعني لسه ليش حاط يعني كرب؟ بندور سرفايفر ثاني الحين اذ ما حصل واحد. اوكي اخذنا الباور. في واحد هنا صح؟ هذا ديد هوك. بروح بصم الورا على طول. غلط مني، المفروض كبر لفه شوي. اوكي
يب ما عندك شيء. انا ما بيدخل لوكر، فهمتوا علي؟ ما بيدخل لوكر وضيع الباور عليه. بتاكد شكل قاعد امشي مع ام 1 من اول. اوكي دق وجيني. صراحه هذا شيء مره سيء لي. حلو هنا في التاج باخذه بعد. حلو اخذنا التاج. الحين عندي ميزه في التاج. وش الميزه؟ اقدر اكسر بلت، عندي اندورينج، اقدر اعطي سرفايفر وان شوت. طبعا الوان شوت مدة معينة اللي يسأل كم، اني ما ادري صراحة كم بالضبط. اوكي هنا واو والله اني اعطيته لفة الاسد والله. خلنا نروح ندور زرينة. يبقى زرينة هنا. شايفك انا تراني شايفك. خلنا ندور الاخير الحين. الاخير انا شفته في الشاك اخر مرة بس ما ادري وين راح. خلنا نروح الشاك نتاكد. هو هنا صح؟ ديم لا اوكي طلعوا هون. حسبته هو عشان كذا ضرب. في دم هنا شايفين؟ قايل لك من شفت واحد هنا كان. ما ادري صراحه وين. بس انهم شوف دمهم خلص ما باقي شيء ولا هو زرينا وكيت. اوكي قوم زرينا. حلو هذا زرينا هنا ما تلحق صح؟ يب ما تلحق. الحين اللي صار بطيء مين؟ اوكي هذا بطيء. الثاني فوق بس بصمل لهذا عشان يرمي البلت اللي هنا. شوفوا انا ضغطت كيو انكسرت البلت. ما يدري هذه بلت مره سيف مره ديم والله. والله التحديث هذا اوفر صراحه. يعني تخيل بلت سيف بلت الشاك اضغط كيو تنكسر على طول. سلامات وين؟ خلاص خلص جيمكم ما يمديكم تسوون شيء. شفتوا كيف البلد؟ البلد قوي مع التحديث هذا مره صاير قوي قوي مره في السلاج. طب انا كيف بالباور الاوني مره قوي. طب انا خلاص بقص لكم هذه اللقطه لانه خلص هم سلاج وار بيحاول في الهوك. فننتقل على طول للبيركات حقتهم نشوف. والله لعبتها صح انا صراحه في السلاج مره لعبتها صح. ولازم لما تلعب كلر لازم تفكر كثير صراحه. هذا اللي انا اشوفه الصح لازم تفكر مره كثير. لحقت انا وين كنت؟ قلت عند بيرك السرعه صح؟ لا والله ما عنده الا جانب. شو نقول انا حسبت مع بيرك السرعه اللي هو يعطيك 3%. اوكي يب زي ما قلت لكم عنده اوف ذا ريكورد عنده 90 ثانية بور تايم. 90؟ لا 80 ثانية بور تايم. هذا بلس لاندنج عشان كذا راح فوق. ذكي والله. كيت انا ما توقعت 1% عنده امبريكبل صراحة. اوه زرينا والله عنده بعد. انا ما توقعت صراحة عنده امبريكبل. بس لما لعبت ما مسلق خافوا شوي استعملوا امبريكبل. جي جي والله. نرجع لكم مرة ثانية. اتمنى انكم استمتعتوا في الجيم. والله كان سلاج مرة قوي صراحة. بروح الحين البيركات الادونات. طبعا هذا البيلد صار معروف بس انا بشرح لكم اياه مرة ثانية. عندي ديستريسنج اول بيرك ازداد النبضات حقي 26% وطبعا بلود بوينت 100% طيني. عندي البيرك الثاني كورورفوبيا. هذا يقول لك اذا نبضات الكيلر قريبة من السرفايفر واذا كان يهيل 50% السكيل شيت سريع. نفس الوقت الهيل بنسبة 50% بطيء. يعني تخيلوا الهيل مرة بطيء. البيرك الثالث سلوبي بوتشر. سلوبي بوتشر معروف صاير اذا ضربت سرفايفر يتفعل البيرك. جات السرفايفر مانجل وهيمرج. انا بتكلم الهيمرج اول. الهيمرج انه لما يهيل السرفايفر يعني مثلا نص الهيل النص ويرجع الهيل حقه. المانجل الهيل حقه لما يهيل سرفايفر ثاني يصير بطيء نسبة 25%. وطبعا اللي استعمل ابرة مثلا دق نفسه ابرة ولا اعطى السرفايفر ابرة يصير بطيء بنسبة 25%. وحاط ليثل طبعا عشان نكملهم. اشوف بداية الجيم 9 ثواني واي بيرك ولا ادون اور يزداد ثانيتين. خلصنا البيركة تروح الادونات. عندي الادون الاول هذا يقول لكم اذا كان في دم في الماب وسرفايفر مر على الدم اقدر اشوف الاور حقه 3 ثواني. وطبعا السرفايفر يقدر يشوف الدم في الماب طبعا سلبي يعني هذا الادون.
بس الايجابي اقدر اشوف الاور حقه 3 ثواني. عندي الادون الثاني هذا يقول لك اذا السرفايفر كان مصاب ونقز ويندو ولا نقز بلد طبعا فاست فولد ولا دخل لوكر يجيني الدم بنسبه 33%، وطبعا اذا غلط في السكيل شيت بعد ولا سوى تي باج يعطيني بنسبه 33%. كذا خلصنا البركه الادونات، اتمنى كان الشرح واضح لكم واتمنى كفيت ووفيت، ويلا للجيم الثاني. هلا والله ما بدا جيم، ترى لا تحسبوني حاط ماب، شوفني حاط كيكه، تراني كريم. استغفر الله. يلا خلينا ندور سرفايفر الحين على السريع لان عندي ليتل الحين، خلينا نشوف وينهم. اوكي هذا واحد يميني الاخير، وينه؟ شكله عنده البرك حق ديسك جيف ما يمديني اشوف الاورا ماله حق التوكينات. اوكي اعطوني دبل بلايند، طبعا جت كويس انه ما بدا جيم لي لان عندي بلد الضغط هذا بلد ضغط ونفس وقت اورا. انا سامع صوتك ترى فينك دار انكم معميني. خلص البلتات ما عندي مشكله، كام رميت لي 3 بلتات مره كويس ترى، وبس لو اخذ عليهم هتات الحين مره كويس ترى. ليش؟ لان ادونين اللي عندي واحد يطلع الدم نسبه 33 والثاني اورا نسبة 3 اني اشوف الاورا، مع لي 3 دبة اللي صار 3 ثانيتين زيادة. شوف كيف اعطاني بلاين. هذول كويسين صراحة اشوفهم. ما يربون بلتيزي. طريقهم في اللوب مرة حلو. يلحمون في اللوب مرة كويس. هذا اللي اقصده بالاورا شفته؟ اني اشوف الاورا ماله. تقريبا نص البلتات السيف راحت. شيء كويس يعني حلو. انا الحين بفعل باور جنن ترى طبيعيه يعني جنن، لان ترى طولت معاهم كم بلت رموا لي، دار انك بتزبن عشان كذا اني اعطيتك فليك. بلعب على اسلق بشوف الجنن لان هذا يب دار انك فنج هنا فنج كويس ترى فينك مرة كويس. لو كبرت شوي اللفة جزء من الثانية كان يمديني. خلصت الباور. حلو فينك يلعب يلعب مرة مرة يلعب فينك. اسحب كلامي ما يلعب. الحركة فهاوة دي اللي انت سويتها يا فينك معلش. اشوف الورا مالك. نايس لعبت عليه، شفتوا لدى الاورا الاحمر هو فادي الحين. حلو هذا اول هوك لي ودقوا جنن، لعبت لواحد اسلق بس المقابل اني اخذت دم بنسبة كويسة. هذه الباور اجين ما في بلتات، فينك رمالك البلتات هنا ما في الا عندك. ايوه عندك، ما عندي الا وش اسمه ده مرحله التاج عشان اقدر اكسر بلت على طول. ما علي مو مشكله. هذا فينج وش جايب كنت هنا اصلا؟ بخليه يسلق ممكن ادي ديسايسف. انا ادور جيني ثاني. سمعت صوت دواي. هذا غرز دلوني. يمديني. المفروض يدوج هو صراحة بس ما ادري وش في فها. بشيل وش اسمه فينك لان هو فلل. ريكفر. فافضل اعلقه هو. لانه طيحت اول. لو ديسايسف عوافي لانني اخذت واحد سلق. لا جاني بيساس فيني عواف ما عندي مشكلة. جناتهم مرة ما توقف صراحة، دول كويسين صراحة في الجنات.
بس انه في اللوب هو برا مثل هذا اخو رجلي. اوكي هذا هوك ثاني وذاك هوك ثاني. طبعا انتم لاحظتوا اني انا معلق نفس ال اخذت ماي تشيس بدايه الجيم يعني ما قاعد الحق النيه والحق الثاني قاعد اعلق نفس اللي حقتهم بدايه الجيم ليعرفون اماكن البلتات. بوصلكم النقطه يعني اني انا بصطن ابي شو اسمه ذا باخذ الجيم على راسهم ما ابي على راس الثانيين. اوكي هم هيلون هنا. هذا بلا بلسلق لان هذا ما علقته اصلا غلط لو علقه. اوكي فينج فليك. واو والله قريب فليك اجين فليك في التغريز عندي. اوكي رمى البلد كانك بلغت فينج المفروض تنزل تحت غلط انه كملت فوق. شايفني عندي باور. اوكي دقوا جيني الثالث دول رشوني شوي بس صراحه شوف رشوني بس هم مضغوطين ما يلعبون لي ون شوت كلهم كلهم مصابين يلعبون. خلاص جيمكم جي جي. شفت كيف بلد الضغط مره حلو ترى اني قاعد العب على الضغط اني قاعد العب على واحد اثنين فهمتوا علي. في ناس يلعبون لي يعني يعلقون اي واحد يعني هذا غلط لازم تلعبون بالفكر. حلو بنجوك بيرمي البلت ايزي وانا ما الومه. يب انا ما الومك صراحه ولا واحد بالمين لان انت الوحيد قاعد تلوبني الحين. اوكي قوم نيه نيه بتنزل مره ثانيه في الارض فعل باور اجين بيرجع للثاني. يب بيرجع للثاني عشان يقومه ادوات كويس فاهم. حتى لو قومت انك بتطيح معاه لان عندي باور. والله اني لعبته صح يا شباب اعذروني صراحه اني عركت شوي في ذا الجيم والجيم اللي قبل بس صراحه هذا الصح يعني لو تبوني العب يعني كيلر هذا اني عركت في ذا الجيم. شايفين كيف اعركت العبها بالمليمتر. انا صراحه ما احب اعرق في الاجيام عندي احب العب فور فان بس اني براويكم لو بعرق اقدر اجيب الاجيام بس ان صراحه ما اشوف فيها متعه فهمتوا علي ما استمتع يعني بس فيها تحدي. هذا اللي بوصلكم اياه فيها تحدي في الاجيام. تخيل يا شباب اخيرا حصلت التاج جين حلو عشان السكن لازم اخذ تاج عشان يجيني سكن لان عندي السكن اللوني زي ما انتم شايفين القناع ماله طلع لي من الجيم اللي قبل اكيد ما باخذ. اوكي اخذ بيب انا قلت ما باخذ بيب. شوف كم ما هم بروف ثلاثه عشان كذا حرقوني لان الجيم اللي قبل جناتهم طبيعيه بس دول عندهم بروف. اوكي هذا عنده بيرك البلتات ولا هو بدايه الجيم لحقته وفينج ما عنده بيرك البلتات بعد ثلاثه عندهم بيرك البلتات يعني يعرف يندلون وين البلتات. ليش قلت لكم ابي الجيم على فينج ولا هذا لانهم يلعبون. اوكي هذا مقفل بروفايله وهذا ما هو حط ساعاته وهذا ما هو حط ساعاته وهذا عنده 2647 ساعة. نايس والله قيام حلو والله كانت اليوم. أتمنى أنكم استمتعتوا في المقطع والشرح كان واضح لكم وأشوفكم على خير.